السلام عليكم. عامر شاب يعاني من مرض البرص منذ الولادة، لذلك أبوه كان مهموم وحزين على ولده عامر في مرحلة الابتدائية. في المدرسة الأولاد يتنمرون على عامر بسبة بشرته البيضاء جدا جدا وشعره الأبيض الثلجي وعيونه الزرقاء الفاقعة اللون. وشكل هذا عامر أصبح مميز جدا جدا بين زملائه وأصدقائه، وأنتم عارفين موضوع البرص هذا اللي يصيب الإنسان بشكل كامل يعتبر من نوادر الأمراض، يعني قليل جدا ترى شخص مصاب في هالمرض هذا اللي هو البرص الكامل، فما بالك لما يكون هذا ولد في الابتدائية والصغار ما يتحكمون بألفاظهم وتنمرهم وصاروا يلقون الكلام الجارح على عامر، والولد أصبح يعاني من حالة نفسية اللي يسميه الشبح، اللي يسميه الأبرص، اللي يسميه ما أدري شنو. المهم أبوه لما كان يشوف ولده عامر حزين ومضايق ويكره إنه يروح للمدرسة، كان عارف إن أكيد الأولاد يتنمرون على الولد، لكن عامر ساكت ما يتشكى، حزين وحاطها في قلبه. فأبوه ايش قام يسوي؟ قام كل سنة ينقله في مدرسة مختلفة علشان خلاص ينسون شوية الطلبة، ينسونه، يروح المدرسة اللي بعدها ما يطول شهرين ثلاثة إلا يبدون الطلبة مرة ثانية يتعرفون عليه ويتنمرون ويضحكون، وينقله إلى مدرسة ثالثة ورابعة وخامسة إلى أن وصل لمرحلة السادس ابتدائي. وعندهم القانون في ذاك الوقت أن التعليم إلزامي فقط إلى الصف السادس ابتدائي، ويطلع عامر من المدرسة. خلاص صار يخلي عامر مرافق له. أبو عامر رجل يملك تجارة اللي هي محطات الكازية أو محطات البنزين على طريق الفاصل بين حلب ودمشق، عنده أكثر من محطة، وصار ياخذ معاه ولده عامر معاه طوال فترة العمل، ما يتركه ولا يخلي فرصة أن عامر يحتك بالأولاد اللي في عمره علشان لا يسمع الكلام اللي يأثر في نفسيته. خلاص بلاها من دراسة، أهم شيء أحافظ على اتزان العقلي والنفسي هالولد هذا المسكين اللي تعب من التنمر. وانتم عارفين مو واحد اثنين ثلاث، الطلبة بالمدرسة بالكامل يتنمرون عليه. فأصبح عامر دائما مع أبوه، لكن عامر كذلك يحب القراءة ومشتاق لموضوع المدرسة والكتب فأبوه قام يملأ الفراغ اللي عنده ويشتري له الكتب يتثقف منها. وفعلا عامر أصبح عنده مكتبة في البيت من كتب متنوعة الثقافات والعلوم، ويقرأ بشراهة وما يروح مع أبوه إلى المحطة إلا معاه كتاب، يجلس طول الوقت وهو يقرأ، والولد أصبح عنده ثقافة غريبة عجيبة في شتى العلوم. لما تسولف معاه في أي موضوع يتكلم معاك لا بأدلة وبكتب ويعني على مستوى عالي من الثقافة. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، أبو عامر ما عنده إلا عامر، يعني بعد طول انتظار وتأخر في موضوع الإنجاب الله رزقهم بعامر، والولد طلع فيها المرض هذا. لكن حمد الله
ومبسوط فيه، وكبر عامر سنة بعد سنة، وصار يوقف مع أبوه في الشغل ويعرف كيف يدير الأمور، وأصبح الولد في عمر المراهقة، لكن كان في قمة الأخلاق والأدب والاحترام والذكاء. عامر ما عنده أبدا ولا صديق، لا من أقاربه ولا من زملاء مدرسة، إلا واحد اسمه خليل. خليل هذا زميل أحد المدارس اللي انتقل لها عامر خلال سنوات دراسته في الابتدائية، والكثر يعني حب عامر لخليل صار دائما يطلب من أبوه كل فترة فترة أنه يأخذه إلى بيتهم علشان يزوره ويسلم عليه. وكانت عائلة خليل مقدرة جدا للوضع اللي هو فيه عامر، فكانت تترحب فيه وعارفين قصته، وإنه ما عنده صديق إلا خليل. وخليل كذلك ولد سبحان الله طلع من يعني صغره وهو رجل يعني ذكي وحكيم ويفهم، لكن افترقوا من بعد ما عامر وصل لمرحلة السادس وجلس مع أبوه. خليل استكمل دراسته، لكن العلاقة والصداقة اللي بينهم ما انقطعت. سنوات تروح سنوات ترد إلى أن وصل عامر في عمر 25 سنة. هالكلام هذا كان في عام 97. أبو عامر الحين يبي يفرح فيه، والولد طول وقته وحيد وطول وقته يعني مجاب للشغل وهالكتب، يبي ولده خلاص ينخرط في المجتمع. وما شاء الله عامر لما كبر الله عطاه بنية جسمية يعني ما شاء الله متكامل، لياقة، الولد فيه وسامة. صحيح البرص هذا يعني بشرته بيضاء يعني جدا وشعره مثل الثلج وكذا، إلا أن ملامح عامر ملامح رجولية جميلة، لكن اللي أول مرة يشوفه ما يتقبله. فما بالك لما تكون بنت اللي تشوف عامر. الحين عامر لازم يتزوج خلاص، خلي يعيش حياته، وبما انه الشاب يعني ما عنده طلعات وجيات وكذا. هني بدت السالفة، لان كل بنت يخطبونها لعامر وتشوفه ترفض. ما خلوا واحدة من جماعتهم، بنات عمة، بنات خالة، مني منا، كل جيران، كل البنات ترفض عامر، رغم انه شاب حبوب ومحترم واخلاق ووضع المادي جدا ممتاز، وابوه عنده ما شاء الله خير من رب العالمين، والشاب ما فيه اي امراض الا سالفة بشرته البرص. لان اغلب الفتيات يفكرون انه بكرة ممكن ينتقل المرض هذا الى الاولاد او شيء، او فكل اللي تشوف عامر ترفضه. وهذا الامر اصبح يسبب لي عامر حالة نفسية وزعل وضيقة، ويحس انه منبوذ وزلمته، ما خله يدور. حتى صديقه خليل حاول انه يقنع اخته علشان ترضى تتزوج عامر، كذلك رفضت. قالت له انا عارفة ان عامر شاب محترم وما في شيء، لكن انا نفسيا ما اقدر اتقبله. قال انا ما اقدر اجبرك، براحتك. شافوا له، دوروا ودوروا شهر شهرين ثلاثة سنة كاملة، خلاص عامر يأس وصار يعني ما يفكر حتى انه يحاول
صار يستحي من كثر ما ردوه العالم. بعد كم سنة ويتوفى أبو عامر، والمسكين توفى وهو حزين على ولده، حزين إنه يعني ولده ما تزوج ولا شاف عياله ولا إنه يعني أمن مستقبل ولده، ويدري إن ولده عنده مشكلة يعني، وراح من هالدنيا. وجلس عامر يشتغل ويوقف في أملاك أبوه وماشي معه الدنيا، والته موجودة وكل فترة تشوف له واحدة وتخطبها وترفض. راحت الأيام وجدت الأيام إلى عام 2007، صار عمر عامر 35 سنة. يوم الأيام وتجي فكرة في بال خليل صديق عامر، قال يا عامر اسمعني، أنت المجتمع اللي أنت فيه يعني من البنات اللي أنت تقدم لهم، مجتمع ضيق ومعارفك قليلة جدا، أنت لازم تنطلق إلى الآفاق، يعني إلى الناس البعيدة وكذا، والتعرف على البنات يعني من بعيد، وتشوف بنت الحلال اللي ترضى فيك. بداية تعرف على البنت مو بهدف الزواج، لا، شوف بنت مثلا أنت يعني عاجبتك، وإذا شفت البنت متقبلتك هني تبدأ الخطوة الثانية وتتقدم لها، على الأقل تكون شايفتك وعارفة يعني بدون ما تتفاجأ فيك. ما لا داعي تروح تخطب ولا تروح تقدم البنت وبعدين لما تشوفك وما تعجب يعني نظرتها لك، ولا يعني يحاول إنه يوصلها له بطريقة سلسة وإنه ما يجرح مشاعره. قال لي خليل يعني شلون، فهمني فهمني الله يخليك، أنا حياتي صارت يعني روتينية وروتين قاتل جدا، ما عندي إلا هالدوام ومن محطة لمحطة وأرجع البيت وعندي والدتي وخلاص، وأنا والله ما أعرف شلون يعني بتعرف على البنات وشلون، والله حتى ما أعرف أسولف مع بنت. قال اسمع، الحين الانترنت موجود، وفي هالفترة هذه كان عندهم ظهور الانترنت من هالمنتديات من هالماسنجر، وسائل تواصل اجتماعي كانت بدائية شوي، عن طريق الإيميل المنتديات والماسنجر وعن طريق الياهو وعن طريق المادري شنو. المهم قال ادخل هالمنتديات وشارك الناس بالأفكار بالمواضيع، لأن في منتديات كانت كبيرة جدا، وكان فعلا في منتدى في سوريا مشهور جدا جدا أيامه يسمونه ورود الشام أو وردة الشام أعتقد قديم، وهذا فيه أقسام كثيرة، أقسام اقتصادية، فنية، سيارات، ما أدري شنو، وادخلوا وكل ناس تشارك وشوف يعني شلون تقدر تعرف يعني إذا شفت لك بنت، لأن كل واحد يحط صورته وبياناته. غالبية اللي كانوا يدخلون للمنتدى ما يحطون بياناتهم الحقيقية، في بعضهم فعلا يحط بياناته صورته واسمه الكامل وما عنده أي مشكلة يعني، ولا يتخبى وعادي يسولف. قال أنت بهالطريقة هذه تقدر تدخل على هالمجال هذا ويصير معارفك أكثر وتسولف مع الشباب ومع البنات، إلى أن عد التعرف على البنت اللي تعجبك وهي تشوفك، لأن أنت راح تحط صورتك الحقيقية وتحط اسمك وبياناتك كاملة، فإذا البنت تواصلت معاك عن طريق الإنترنت من البداية هي شايفة صورتك وعارفة شن موضوعك، فما عندها مانع إذا هي متقبلة الصداقة، وإذا حصل بينكم توافق أعرض عليه الزواج. قال زين بس ترى أنا ما أعرف الإنترنت. قال أنا أعلمك، اشتر كمبيوتر واتصل علي أجي أعلمك الطريقة. قال أوكي، راح اشترى كمبيوتر واشترك خط في الإنترنت
عن طريق هاتف مال البيت، وجاء خلي صار يعلم فيه شلون يشبك الانترنت او شيء. الموضوع كان شويه صعب ومعقد، مو نفس الان سهالات، لا تشبك تطلب الاتصال في الانترنت بعدين يقبل، وبعدين تدخل الى برنامج والبرنامج يدخلك الى منتدى، والمنتدى هذا تشترك فيه ويعني ويعلم شلون ويقبل الصداقات ويرد عليه نفس الفيسبوك الان وغيره. يعني بعد فترة أصبح عامر يعرف يستخدم الانترنت والتواصل عبر البرامج هذه، ولقوا انبسط، حس ان في ناس تقبلها وفي ناس تسولف معاه وفي ناس عندها خلفية عن موضوع البراس، والظهر عندهم أحد من معارفهم، يعني في ناس تقدر في ناس لا. وشوف هذه يعني نصيحة، أي واحد عنده أي موهبة ويحس أن موهبته هذه يعني عنده محتوى طيب يعرضه، ولا تيأس، لأن العالم في الإنترنت ترى بالملايين الملايين. إذا ما يتابعونك مليون، ترى في ملايين ممكن توصل لهم. فلما عامر دخل، إذا في 5 مليون ولا 10 ولا 20 مليون ما يتقبلونه، هناك الملايين من المتفاهمين لوضعه، فيبدون يسولفون معه. وهذا فعلا اللي نجح فيه عامر، خصوصا عامر عنده ثقافة متنوعة، صار يدخل كل قسم ويتكلم فيه وأفكاره من كثر ما يقرأ الكتب، والولد متشبع بهالعلوم، وصار له قبول في المنتدى، وصاروا الناس يردون عليه ويرد عليهم ويعطيهم أفكار وينبسطون عليه. وكانت في بنت دائما تعلق على منشورات عامر، تحلق وتشكره وتمدحه، وانت يعني انا اتابعك وافكارك جميلة، وانا انبسط لما اشوفك انت اللي مشارك وكذا. وصار عامر يعني ينبسط، ليش؟ هذه البنت مسجلة اسمها زهرة النرجس، لكن حاطة صورتها الحقيقية، ولما يدخل على البروفايل مالها او الملف مالها يشوفها حاطة مجموعة من الصور لها، صورتها مع أبوها، صورتها مع والدتها، صورتها وهي في الصيدلة، كلية صيدلة، وهي لابسة الروب، يعني حالتها الاجتماعية حاطتها بالكامل، يعني مبين إن هذه صورتها الحقيقية ما هي فيك يعني. فانبسط، والبنت في قمة الجمال، كثر ما أمدح لكم جمالها ما أوفي حقها. عامر انجل، كل ما كتب له شغلة يشوف هالبنت تمدحه، صار يبدع ويطلع كل المهارات اللي عنده في الكتابة والأفكار، والبنت تعلق عليه وصارت تسولف معاه، وهو كذلك يرد عليها وهي ترد عليه ويرد عليها وهي ترد عليه. استمر على هالحال فترة طويلة، وكان مبسوط، كان يتعمد يطلع الأفكار الحلوة واللي الملفتة، علشان بس يبي هالبنت تعطيه لايك ولا تعطيه إعجاب ولا تشير له إن شغله حلو وأفكاره حلوة وكذا. شوف، الأنثى في الدنيا لها دور كبير في دفع الرجل للإبداع، والله العظيم ترى هذه حقيقة. سواء أقصد أنا كزوجتك، يعني أي زوجتك، المهم ما لكم بالطويلة. بعد فترة كأنه صار فيهم يعني نوع من العلاقة بين عامر وبين زهرة النرجس، فصار يكلمها ويطلب منها أن يسولف معها عن طريق الماسنجر، محادثات بس تكون برايفت يعني. فعطتها الإيميل مالها وسجلها ودخل في الماسنجر، وقالت لأ أنا دائما أدخل
للماسنجر الساعة 10 بالليل فقط، وأطلع من عنده الساعة 11. أنا ما عندي وقت، أنا طالبة في كلية صيدلة وأنا مجتهدة في عملي، وأنا يعني أجلس في الكلية أصلاً للساعة 4-5 العصر، يدوب أرجع البيت أتغدى وأنام، ولما أصحى أشتغل في البيت، ما عندي وقت فاضي أو وقت فراغ إلا الساعة 10 بالليل. فكان ينتظر الساعة 10، فعلاً دخلت عليه ذاك اليوم، ويا أهلين ومرحبا وكيفك وشو أخبارك، وأنا يعني سعيد معرفتك ومش عارف شو بدي احكي لك، ولكن انا كنت بنتظر وكذا. وصارت يتسولف وانا معجبة بافكارك، الموضوع بس كتابة وصورة الحقيقية. المهم سوالف صار يتعرف عليها، قالت له انا اسمي بيان. قال له الله، احلى اسم اسمعه في حياتي. قالت له انا اسعد، أنا اسمي بيان هشام العابد. وقالها أنا اسمي عامر. عامر شو بتشتغل؟ قال لا والله أنا عندي مجموعة من محطات البنزين، وأنا من العائلة الفلانية ساكن في دمشق. وانتي؟ قالت أنا من حلب وساكنة في حي السلمانية، وأنا بنت يعني طالبة ولسه ما تخرجت، وأنا من أسرة بسيطة، ولكن الحمد لله وضعنا ماشي الحمد يعني. وصار يسولف وياها، يسولف كم عمرك؟ قالت له عمري 21 سنة. أنت كم عمرك؟ قال له 35. المهم يوم عن يوم عن كل يوم عامر ينتظر الساعة 10 موعد اللقاء. مرت أيام وأسابيع وعامر في عالم ثاني خلاص، حس يعني بلذة الحياة، لقى النصف الثاني. فصار يسولف ومبسوط أن البنت متقبلة شكله، وصار يحط لها أكثر من صورة يؤكد لها يعني أن هذه صورتي، هذه حياتي، هذا طولي، هذا شكلي، هذا كذا. والبنت تعلق وتقول له انت تعرف عامر ان انت يعني ملامحك جميلة؟ قال جد؟ قالت له اي نعم، وما شاء الله بسم الله على طولك، طوله 185 ووزنه وكذا. وهي تسول اي تمدحه، اول مرة بحياته احد يمدح شكله، ولا وبنت بهالجمال، لا 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 لا، ولا وصيدلية. انتم عارفين شلون يعني واحد لما يحب واحدة تبع ملائكة الرحمة، انت فاهميني طبعا. خلاص عامر خلاص حب البنت بكل جوارح. راحت الايام وجدت الايام، لين مر عليهم 3-4 اشهر، وقال لها بيان انا يعني ابى اصارحك بشيء. قالت له شنو؟ قال لها والله انا بحياتي ما تكلمت مع اي بنت بهالدنيا، وانا خلاص صرت كاني يعني اعرفك من زمان. وقالت له زين طيب. قال لها تقبلين صداقتي؟ تقبلين ان يعني نكون حبيبين؟ وترد عليه بيان انها مصدومة، قالت له انت فاجأتني، ما توقعت انك راح يعني تعرض عليها العرض. قالها ليش انت مرتبطة في شيء مخطوبة؟ قالت لا ابدا، بس يعني انا داخل للمنتدى فقط للتسلية، مو أدور علاقات. قال لا 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 تفهميني غلط، والله أنا قصدي شريف، وبإذن الله أن بأي وقت يسمح لك وتوافق عليه أجي أخطبك من أهلك إذا أنت موافق علي. صدمت أكثر، قالت له يا عامر اهدى شوي، لسه احنا متعرفين على بعض. قال أنا ايش قاعد أقول لك،
خلاص تخلي بينا يعني موافقة مبدئيا على العلاقة بالحب، وتشوفيني عدل وأشوفك عدل، وتدرسيني وتدرسين أخلاقي، وإذا وافقتي علي أنا مستعد أتقدم لك. قالت زين عطني فرصة أفكر، أنا صراحة مصدومة وخجلانة مش عارفة إيش أقول لك يعني. قالها أوكي. بعد يومين ثلاثة اللي ما دخلت فيهم زارت النرجس اللي هي بيان. عامر بغي يموت، قال لي يكون البنت هربت. أنا منت لها أحبك وأبي يعني نكون يعني مع بعض. البنت ما دخلت الماسنجر ولا صارت تدخل للمنتديات. المنتديات قبل كان يبين لما عضو يدخل يبين أنه آخر ظهور له متى يعني في المد... ما دخلت ثلاثة أيام، قال بس خلاص أنا خربت الدنيا، يا ليتني ما تكلمت، على الأقل سلام سلام، على الأقل أتسلى معاها أشوف هالوش الحلو، بس يعني كلام حلو فقط، يعني أنا خربت كل شيء. ملقوف مشفح، عمرك ما كلمت بنت وخربتها. صار يلوم نفسه. بعد ثلاثة أيام وتشبك نرجس أو زهرة النرجس، والله اسم نرجس حلو بعد، اشبكت زهرة النرجس ويطير عامر من الفرحة. أقول لكم نايم نايم عند الكمبيوتر عند هالماسنجر ناطر بس متى تشبك تطلع للصفحة مالت هذه. أهلين وكذا، أهلين عامر كيفك شو؟ قال أنت وينك وأنا يعني لقيت عليك وخفت انك زعلتي من كلامي. قالت لا والله ابدا، بس انشغلت وانا فكرت منيح في الكلام اللي حكيت لي اياه وانا موافقه. قال بتحكي جد؟ قالت لا اي والله. ليش انت اصلا شاب يعني اسم الله عليك وكذا. طار من الفرحه. قال لا والله العظيم ما اخليك تشوفي يوم زعل بحياتك، والله لضل طول عمري وأنا يعني أحاول أسعدك في هالدنيا. وصار يقول له ويوعدها وكذا. قالت له إن شاء الله، لكن لا تستعجل، خلي العلاقة تمشي بهدوء، أنت عرف على بعض أكثر. وعلى فكرة أنا ما عندي طلعات وخرابيط وهيك، لا أنا بنت عائلة، صحيح أنا أسرتي ناس بسيطة جدا لكن إحنا عائلة محافظة. وترى قال لا 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 لا, لا أبدا، والله أبدا، لو بدك هلا الحين بجي أخطبك. قالت لا 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 خلينا نتعرف على بعض أكثر في البداية. قال لها أوكي. سوالف سوالف سوالف، يوم يومين تعمقوا، والأغاني ويسمعها أغنية وهي تسمع أغنية وما أدري شنو، ودز لها مقطع أغنية، والمهم سوالف وحب وغرام. عامر أصبح إنسان ثاني، أصبح مثل الوردة اللي بدت تتفتح، يعني كل حيوية ونشاط ويمشي، لما يمشي يروح دوامه كأنه يطير بالهواء من كثر الفرح والسعادة اللي هو فيها. والكل لاحظ عليه والكل مبسوط، لما هم عارفين شو القصة لكن ما يتكلم، يعتبر هذا السر من أسرار حياته لين يبي الموضوع يتم بشكل رسمي، وهذا الصح اللي سواه. المهم لكم بالطويلة، الحين بينتقل إلى مرحلة ثانية، يبي يكلمها، يقول لها يا بيان الله يخليك، يعني أنا والله مرات يعني بدي أسمع منك صباح الخير، بدي أسمع منك إنك رجعتي من الكلية، يعني إنه أنا هلا رجعت تغديت أفطرت وكذا، يعني أنت حرمتني خليني بس أنتظر هالماسنجر خليني أسمع صوتك. قالت لا أنا ما عندي مشكلة بسمعك صوتي، يعني شو المشكلة؟ خلاص عطني رقم موبايلك وأنا اللي بتصل فيك. قال زين أوكي، تتصل فيني من موبايلك؟ وقالت لا 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 حبيبي أنا ما عندي موبايل أصلا، إحنا يا دوب نسدد فاتورة الكهرباء، إحنا وين والموبايل وين؟ قال زين أنا عندي فكرة، إيش رأيك أنا أشتري لك موبايل؟ قالت له شو؟ عامر أنا مش شحادة
وأنا مش محتاجة لهالدرجة عشان أنت تشتري لي موبايل، ولا العلاقة اللي بيننا علاقة استغلال علشان تقول لي أشتري لك موبايل. وأرجوك إذا أنت مفكرني أني أنا من هول البنات اللي ممكن تلعب براسها بالفلوس ولا بالموبايل، ولا ترى أنت غلطان. قال لها يا بنت الحلال أنا مش قصدي هيك، قصدي أني بس أحكي معك، يعني إذا ما عندك اعتبريها هدية. قالت لا مشكور، ما بدي هدية. أنا لو إن يعني فعلا بدي أشتري موبايل كان أنا جمعت ووفرت، بس الموبايل هاي آخر همي. فأرجوك. قال لك شو بتتصلي فيني؟ قالت بتصل فيك من التليفون العمومي وأنا رايح للكلية، بتصل فيك بسلم عليك وخلاص يعني. قال زين بيتكم تليفون بيت؟ قالت لا أنا ما أقدر أتصل عليك من تليفون بيتنا، هاي تليفون خاص للعائلة، وانت عارف لو حدا من أهلي بيسمع ولا يكتشف الموضوع ولا أولاد عمي ولا بتعمل لي مصيبة وتعمل لي فضيحة، وانت هيك ترى راح تقضي على العلاقة اللي بيننا. قال لا 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 دخيلك إلا العلاقة اللي بيننا، خلاص احكيني من تليفون عمومي. قالت لا ما عندي مشكلة، وأنا رايح الكلية في تليفون عمومي عند الكلية، بتصل منه وبسلم عليك وأنا طالع وأنا داخل، شو المشكلة؟ قال لا بس هاي بكفيني. أوكي. اليوم الثاني فعلا الصبح، هاي يا ميت هاي وأهلين وسهلين، كيفك عامر؟ شو أخبارك؟ إذا صوتها نفس صوتي. المهم فنجن عامر أول مرة يسمع صوتها. أهلين يا بيان، والله أنت الحين سويت فيني أكبر معروف في حياتي. أنا أول ما أسمع صوتك والله حسيت هيك بنغزة من خلف قلبي، من جهة البوطين. قالت له ليش لهالدرجة؟ قال لي والله صوتك بجنن يا بيان، وانت بتجنني وجميلة، وانت ما شاء الله بنت متكاملة، وانا والله شلون بتحمل هلا يعني افقد هالصوت كل فترة وفترة. صارت تضحك وماتشن وتسولف فيها. يلا انا مشغولة بدي ادخل الكلية. قال لها الله يوفقك ان شاء الله ويسهل عليك، وهي طالعة هاي عامر كيفك شو اخبارك. صار يستانس الولد كل يوم هاي وهاي هاي وهاي. المهم وعامر من جن يا بنت الحلال خليني زين، متى عيد ميلادك؟ خليني اجيب لك هدية. الله يخليك، خليني اعيش دور ان عندي حبيبة، والحبيبة هذه لازم اجيب لها هدية، دبدوب، ورد، موبايل. قالت لا 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 حبيبي دخيلك، لا 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 والله ما بدي، مشكور والله يكثر خيرك، خليك بس شاب محترم معاي واخلاق والتزم بالعلاقة اللي بيننا وخلاص، انا ما بدي منك شيء، وان شاء الله بس خليني اتخرج واشتغل وبعدين بخبرك الوقت المناسب اللي تجيب اهلك وتجي تخطبني. ماشي ماشي. قال لها ماشي ما في مشكله. المهم شهر ورا شهر، ويوم الايام وتنقطع بيان عن التواصل، لا قامت تتصل علي من هاتف عمومي ولا تدخل المنتديات ولا الماسنجر ولا حتى إيميل. عامر ينتظر اليوم بكرة اللي بعده، سالفتها هذه وين راحت؟ ليش اختفت؟ ينتظر يوم يومين أسبوع أسبوعين ثلاث شهر، كان راح ينجن. وفجأة وتتصل عليه موبايل، ويقوم عامر يصرخ من الشوق والوله والعتب، انت وين؟ وادور عليك من زمان وما تردي ولا تشبكي ولا موجودة في المنتديات، وبسهر الليل مع نهار خايف انك تتصلي في الانترنت وانا ما اكون موجود.
شو قصتك انت فهميني؟ ليش غايبة عني صار لك شهر وما تقولين في حدا بيسأل عنك؟ قالت لا طول بالك يا حامر، انا عندي مشكلة والحمد لله، هو الحين انا صرت كم يوم هدول الصبح بكون في الكلية وبالليل بشتغل في محل ملابس. قال لها شنو؟ قالت لا ايه والله اشتغل في محل ملابس وما برجع الى اخر الليل وانا تعبانة ونفسيتي منهارة. قال لها ليش يعني؟ انت شو حادك انك تشتغل محل ملابس؟ اهتمي في دراستك. قالت لها زين ومين بيصرف على البيت؟ ليش شو صاير يعني؟ شو تغير في حياتك يعني؟ قالت عندي ديون وعندي بلاوي وبي لازم يطلع من المستشفى. بيك لازم يطلع من المستشفى شلون يعني؟ قالت بي تعرض لحادث دهس والناس اللي اسعفوه ودوه الى مستشفى خاص وكان محتاج الى عمليات جراحية ضرورية ومستعجلة وعملوا له العمليات ولازم يكون تحت الرعاية او العناية المركزة، ويوم عن يوم كثرت علينا المصاريف واصبحنا الان مديونين بنص مليون ليرة، 500,000 ليرة. شنو 500,000 ليرة على شنو؟ قالت هذا اللي صاير. وعلى فكرة بيجي الى الان محجوز داخل المستشفى، ما بيخلوه يطلع الا لما يدفع الفاتورة. وانا اضطريت اني اشتغل واحاول اني اشوف لي سلفة، اشوف لي طريقة، وانا منهارة وامي منهارة واخواني الصغار منهارين وشو بدي اعمل. قال بيان انا عندي الحل. قالت له شو الحل؟ انا ما خليت مكان الا حاولت يا عامر. قال لها انا بسلفك. قالت لا 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 الله يخليك، الله يخليك يا عامر، شنو بتسلفني؟ ليش انت يعني ملزوم تدفع نص مليون ليرة؟ لا 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 حبيبي لا انا ما برضى. قال يا بنت الحلال اذا خليني انا اروح المستشفى وانا ادفع عني الفاتورة. قالت الله يخليك، اصلا لما تدفع راح يسألوا عيال عمي واهلي من اللي دفع وانت شو قصتك وليش وشو جابك من الشام لحد حلب عشان تدفع تكاليف عملية رجال ما بتعرفه، وراح يكتشفوا العلاقة اللي بينه وراح يعملوا لي مشكلة يمكن بيدبحوني وهيك بتخرب حتى العلاقة اللي بيننا. الله يخليك لا تتدخل ولا تعمل لي مشاكل، انا غلطان اني اتصلت عليك. قال لها يا بنت الحلال انتظر شوي، انا بدي ساعدك خلاص اعتبريهم سلف، انا بعطيهم. قالت لا لا ما اقدر. قال يا بنت الحلال انا بحول لك اياهم كسلف وانت بعدين رجعي لي اياهم، خلاص رجعي لي اياهم مش هدية. سكتت شوي. قالت بس يعني اخاف اني تقل عليك والمبلغ كبير. قال لها يا حبيبتي يا عمري اصلا هدول ما بيسووا ضفر رجلك، لكن عشان تقتنعي فقط انك تاخذيهم اعتبريهم سلف وامتى ما بدك رجعيهم. مع الحاح عامر واصراره والمسكينه متورطه وحالتها رايح تدور محل ملابس يشغلها والراتب ضعيف وما راح يوفي وتحاول انها تصرف على اهلها بعد ما ابوهم يعني تعطل عن شغله بسبة الحادث والوضع مكركب والبنت تدرس وحالتها قالت ما في الا الحل خلاص اضغط على نفسي واخذهم وسلف ارجعهم له. فعلا قالت لا اخذ عندك اسمي الكامل وحطت اسمها الثلاثي او الرباعي، وقالت له في محل صرافه في حلب في حي السلمانيه هذا قريب من بيتنا، حول لي اياهم على هالصرافه وانا بروح اخذهم. قال لها اوكي، وفعلا ويروح يركض ويحول لها 500,000 ليرة على محل هالصرافه، ويومين تختفي بيان. وهذا رد جن مرة ثانية، يبي يسأل عنها يعني، أول الفلوس مو هامته وما شاء الله عنده خير من رب العالمين. بعد يومين قالت له أنا أتشكرك وانشغلت بعد ما أخذت الفلوس وطلعت
أبوي من المستشفى والحمد لله، والله يكثر خيرك ويبارك فيك، وأنا خجلانة منك والله يا عامر، أنت أنقذتني وأنقذت أسرتي كلها. وصارت تمدح فيه وينجن. عامر قال له: لك أنا اللي مشكور، أنا اللي بتشكرك، أنا اللي ممنون لك أنك قبلتي أني أساعد هالوش الحلو. بلا لك يا عامر، خلاص. المهم وراحت الأيام وجدت الأيام، وهي كل فترة فترة تقول له، تقول له: عامر والله العظيم راح أرجع لك الفلوس ليرة ليرة، لا تقول لي، وأنا إن شاء الله بشتغل وراح أتخرج خلاص، ما بقى لي هالثلاث أشهر، هذا آخر كورس وراح أشتغل وراح أرجع. قال لها: إن شاء الله خير خير إن شاء الله خير إن شاء الله. المهم بعد شهر يجي عيد ميلادها، ويقوم لأن عنده الحين اسمها، ويعرف الصراف اللي موجود في حي السلمانية، ويروح يحول مبلغ على هالصراف. قال لها: بيان روحي اخذي من الصراف مبلغ الفلاني، وهذا حق أو قيمة الموبايل اللي أنت مش راضية تاخذي. قالت له: يا عامر ليش تعمل هيك؟ وأنا شو حكيت لك؟ الله يخليك، هيك بيزيد علي الدين. قال له: يا بنت الحلال، متى ما الله سهل خلاص، هاي هدية، هدية عيد ميلادك هالموبايل. ما يخالف فيها بيان، أنا يعني اعتبريني زوج المستقبل. قالت: الله يكثر خيرك. خذت الفلوس وصار كل فترة فترة يرسل لها مبلغ، مرة يقول لها هذه هدية، مرة يقول لها هذه قيمة دبدوب، مرة هذه قيمة بوكيه الورد، وهذا ما أدري شنو. وصار تقريبا وصل معاها 1,100,000 ليرة سوري في 2007، مبلغ كبير. أو يوم من الأيام أو تختفي بيان زهرة النرجس، يوم يومين شهر شهرين، أو يرد عامر ينتكس نفسيا وصحيا، لا قام ياكل لا يشرب لا يسولف مع أحد طول اليوم، وهم جابل هالكمبيوتر حتى في شغلة حاط الكمبيوتر يطالع فيه، وصارت نفسيته تعبانة. وأمه لاحظت عليه: إيش فيك أنت؟ شنو قصتك؟ ليش ما تاكل؟ إيش فيك ضعفان؟ إيش في وجهك صاير أصفر؟ إيش في؟ ما يتكلم، حزين ومضع. وين راحت؟ شهر شهرين اختفت، تعلق فيها الولد. والله مشكلة هالبنت هذه. قال: أنا ماكو إلا شنو، أروح لها الكلية. وهو خايف من شيء، البنت الآن قالت لي: خلاص أنا على وشك تخرج، وانقطعت عنها تقريبا الحين وصل معاها للشهر الثالث، وقال يمكن تخرجت وهي تقريبا خلصت الكورس، ليكون البنت رسبت وما تخرجت مثلا وانهارت وصار فيها شيء. وصار يفكر البنت ايش فيها. قال: لا انا خليني اروح للكلية اللي هي داوم فيها، ما في لها الطريقة، ما يعرف بياناتها، عنده اسمها فقط اللي حول على الصراف، لكن ما عنده بيانات وصورته حقيقية، لكن وين ساكنة بالضبط ما قالت له. حي السلمانية. وين حي السلمانية؟ أو يركب السيارة ويطير ويروح هناك يفتر عند حي السلمانية اللي فيه الصرافة واللي هي المفروض إنه ساكنة فيه. رايح راد رايح راد بالحي، رايح راد، الناس صارت تنتبه عليه، واحد يعشر له من هالشباب الشارع يقول له: انت ايش قصتك رايح راد وكذا، وهذا ما يبي مشاكل. صار يبتعد، ما هو عارف شو يسوي، وقاعد في حلب وتارك امه وشغله. قال: وين اروح؟ خلنا اروح الكليه. اليوم الثاني طبعا في اكثر من كليه للصيدله، في كليات خاصه في كليات عامه. قال بيان: بنت من اسره فقيره، مستحيل حاطينها في كلية خاصة، أكيد كلية حكومية. سأل وين الكلية الحكومية، قال: ما في صيدلة إلا هذه حكومية. راح للصيدلة،
ودخل إلى أحد الأقسام ويسأل. أنا جاي أسأل عن بنت اسمها بيان هشام العابد. مسكوه يعني حتى أحد العاملين هناك قال له أنت ليش تسأل؟ قال لا يعني هي صديقة وكذا. واشتبه فيه وخاف إن هذا جاي يبي يسوي مشكلة ولا بيقتل البنت ولا بيسوي فيها شيء. قال اطلع برا اطلع برا يلا يلا احنا ما نعطي بيانات الطلب لحد. اطلع برا لا انادي لك الامن الحين. المهم يطردونه برا الكليه. شلون دخلت وشلون كذا يفتر بحلب يروح حي سلمانيه يروح عند الصراف يترجاه الله يخليك عطني رقم او بيانات البنت اللي هي اسمها بيان اللي تستلم الحواله. قال يا حبيبي ما يصير وين قاعد انت؟ قال زين بس ابي اعرفه. قال لو سمحت اطلع برا اطلع برا لا انا ادي لك الشرطه. وطلع يأس تعب من الفراره لا نوم لا اكل رجع لبيته. وامه تحزن عليه يا ولدي ايش فيك وين كنت غايب ايش قصتك كنت صاير مبهذل وصحتك تعبانه. ساكت ايش يقول لها ترى مو مصارحه في اي شيء في قصه حبه هذه. المهم وتقوم والدة عامر وتتصل على خليل لأنه صديق الوحيد اللي يسولف وياه ويضحك معاه وكذا. قالت له خليل تعال تعال شوف عامر شنو قصته. عامر لا يأكل لا يشرب مبهدل كله يفكر وسرحان وصاير انطوائي وجالس لحاله وما أدري شنو ولا يكلمني ولا يحكي معي. قال إن شاء الله حاضر حاضر يا عمتي. أو يجي خليل خليل يسولف مع عامر إيش فيك يا عامر إيش صاير لك فترة اللي فاتت يعني كنت ما شاء الله طاير من الفرحة أنت والبنت اللي بتحكي معها. ويطالع خليل قال مو هذه هي مشكلتي. قال مين هي زارة النرجس؟ قال لا إيه هي المشكلة الآن. قال ليش ايش صاير بينكم؟ قال انقطعت عني الحين صار لها 3 أشهر وشوي والبنت ما ترد علي وانا تعلقت فيها وما ادري شنو. وصار يطلع صورها محتفظ صورها ببروفايلها ويشوفها خليل. قال ما شاء الله بنت يعني بنت يعني جميلة جدا جدا وصيدلية مثقفة وما أدري شنو. قال والله يا عامر ما أدري شو أقول لك البنت يعني كانت قال إيه كنا نسولف مع بعض تعال شوف المحادثات وطلع على الماسنجر والكلام. قال أوه كل هذا لا أنتم قالوا كذلك تتصل علي من كابينة وكذا. قال زي ليش ما تتصل من الموبايل؟ قال لا ما عندها موبايل يعني من أسرة فقيرة ورافضة حتى أني أشتري لها موبايل. قال شنو من أسرة فقيرة ما تقدر تشتري موبايل؟ قال إيه. قال هي عندها الحين كمبيوتر وما هي قادرة تشتري موبايل؟ شلون يعني كمبيوتر أغلى من موبايل؟ أخاف تنصب عليك هذه يا عامر. قال لو سمحت خليل لو سمحت إلا زهرة حياتي لا تسولف عنها لا تتكلم عنها أي كلمة غلط ترى أزعج. قال لا لا أوكي أوكي اهدى 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 هذا اللي أنا بعرفه. البنت ليش ما عندها موبايل؟ قال البنت يعني عندهم التزامات وأولويات في حياتهم. قال خلاص ماشي 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 ماشي. قال يعني شو العلاقة اللي تتصل عليك من كبير؟ قال المهم سمعت صوتها. قال زين أوكي التقيت فيها؟ قال لا مستحيل من عائلة محافظة وكذا. وين ساكنة؟ ساكنة في حلب في حي السلمانية. قلت زين وانت ايش دراك اذا انت ما التقيت فيها؟ شو عرفك انها ساكنة بحي السلمانية في حلب؟ قال ها يا عامر تكلم فهمني ايش صاير بينك وبين البنت. تبيني احل مشكلتك ولا لا؟ انا عندي خبرة في الحياة يا عامر افهم. قال انا مره حولت لها حواله ماليه. قال شنو 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 عيد 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 مره ثانيه. قال حولت لها حواله ماليه.
قال أنا أقول والله يا عامر إنك طحت لك من الصابة. قال يا خليل الله يخليك لا تحكي عليها هيك. قال أوكي عامر دخيل الله، كم حولت للبنت؟ قال ليش؟ قال فهمني. قال حولت لها يعني مرة حولت لها لأن أبوها في المستشفى. ليش أبوها في المستشفى؟ قال والله أبوها في المستشفى عامل حادث ودهس يعني، وكانوا مضطرين يعملوا له عمليات وصارت التكاليف عليهم، مساكين كانوا متورطين. وأنا دفع. قال كم دفعت لها؟ قال 500,000 ليرة. قال شو 500,000 ليرة؟ شو هالمستشفى؟ والله لو أنه ماخذينه للخارج ما بيدفعوا 500,000. أنا مش مصدق الكلام اللي بتحكيه أنت يا عامر. قال والله أحكي لك جد. قال شلون تحول حق بنت 500,000 ليرة؟ قال لا وأنا محول لها بعد يعني. قال محول شنو بعد؟ يعني مرة عطيتها حق موبايل، ومرة يعني مناسبة العيد، ومرة عيد ميلادها، ومرة يعني حق دبدوب وهدايا. كم مجموع المبلغ؟ قال 1,100,000. وينصدم خليل. قال والله العظيم يا عامر انها انصبت عليك. دام الموضوع فيه فلوس اعرف ان العلاقة فاشلة. قال ايش تحكيك؟ قال يا حبيبي والله الفلوس اذا دخلت بين اي شخصين اعرف ان الموضوع استغلال. يا خليل الله يخليك لا تحكيك، اصلا انا كنت بجبرها انها تاخذ. قالت ايه هي اللي اوهمتك ودفعتك انك 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 انت تجي من نفسك وتعطي الفلوس، مو هذه هي الخدعة بالموضوع. لكن شوف اسمع الحين كم صار لها؟ قال صار لها 3 أشهر ما أطول. قال خلاص خلينا ننتظر شهر احتياطا، يمكن تطلع البنت عندها فعلا ظروف، يمكن عندها مصيبة، ويمكن أنا فاهم الموضوع غلط وأسأت الظن فيها. لكن بعد شهر إذا البنت ما رجعت تتواصل معاك وخبرتني في الموضوع، نروح أنا وأنت ونقدم شكوى مركز الشرطة. قال شنو؟ قال اي نعم. قال ليش اروح مركز الشرطة؟ قال نرفع عليها قضية نصب احتيال، وان كانت توعدك بالزواج، وان انت دفعت لها الفلوس بناء على هالموضوع وخذت الأموال وهربت، ونقدر عن طريق هالشكوى هذه نعرف الحقيقة. إذا كانت البنت فعلا عندها ظروف وإحنا أسأنا الظن فيها، عادي تقدر تعذر لها وتقول لها من خوفي عليك أنا ما لقيت إلا هالطريقة علشان أقدر أوصل لك، وإن رجال الشرطة لما بيستدعوك بعدين أنا أتنازل، وإن هذه الطريقة الوحيدة اللي أعرف أنت شو صاير معك وكذا. وإذا طلع حقيقي إنها نصابة نكمل القضية ونسترجع فلوسك. يعني بكل الحالتين أنت المستفيد. السالفة عجبت عامر ان فعلا رجال الامن راح هم يبحثوا له عن بيان ويقدر يشوفها. صحيح انها راح تزعل، لكن ممكن انه يرجع الموضوع، يقول انا والله كنت خايف عليك وطلعت لهم هالموضوع، ويتنازل. يعني شو بيصير؟ يعني ما يصير شيء، عادي. قال لكن احتياطا ننتظر شهر. قال اوكي. فعلا شهر ولا بينت بيان. او يرجع خليل حق عامر. ها قال والله ما رجعت ولا تواصلت. قال مش بنروح الواحد من اولاد عمي ضابط ونحكي له في الموضوع، وهو اللي بيدبر لك القضية بالكامل. بس جيب برنتات المحادثات اللي بينك وبينها على الماسنجر، وجيب فواتير الحوالات المالية. وفعلا جابهم وراحوا الى ولد عم خليل مركز الشرطة وبلغ في الموضوع بالكامل وفهم القصة.
قال له يبون بنشتكي عليه، ما احنا عارفين هي نصب عليه ولا صج ولا كذا، لكن الولد يبي فلوسه. قال شوف انا مالي علاقه حب ما حب ما ادري شنو، تبي اسجل لك قضيه نصب احتيال ولا لا؟ قال اي نعم. قال بس خلاص انا اسجل لك قضيه وانت عاد بعدين كيفك تروحوا للمحكمه بعيال مالي شغل. قال لا لا ابد. يوم جو يبي يسجلون قضيه وكذا، المحققين قالوا لا لازم يروح الى مكان صرف المبالغ اللي هو في حلب، لان الفواتير مبينة ان هذا الصراف تبع مال حلب اللي استلموا منه. خلي يروح الى مركز الشرطة اللي موجود هناك وانا ابعتك على ضابط بعرفه. قال لا اوكي. ويروح خليل مع عامر الى مركز الشرطة في حلب. السلام عليكم. عليكم السلام، انا جايك من طرف ابن عمي الضابط الفلان اللي في الشام. قال اي حياك الله، شو القصة؟ قال الموضوع كذا كذا، واحنا بنشتكي على واحدة نصبت على صاحبي وكانت توعده بالزواج وخذت منه فلوسه. اول شيء سووه استدعوا محل الصرافة، قالوا له تعال في حوالات مالية لشخص استلم مبالغ ونبي بياناته، وما حد يستلم اي مبلغ الا لما يعطيهم صورة لهوية البطاقة الوطنية. فعلا صاحب المحل الصرافة راح جاب الهوية للشخص اللي استلم الحوالات، ولا هي نفسها فعلا بيان هشام العابد صورة. فالضابط قال حق عامر هذه هي نفس البنت؟ طالع قال اي نعم نفسها، نفس الصورة قال اي نعم نفسها، نفس الاسم قال اي نعم. قال حلو عامر انت متأكد؟ قال ايه متأكد 100%. قال يا عامر هذه البنت في بطاقتها مبين انها اصلا مش من سكان حلب، لان بطاقتها العنوان اللي فيها في الشام في دمشق. قال شنو؟ وساكنة في أحد أغنى الأحياء في سوريا بالكامل، حي يسمونه حي المالكي وجنبه حي أبو رمانة، معروفين الأحياء هذول، أحياء راقية جدا جدا. قال معقولة واحدة ساكنة في حي المالكي تقول لي من أسرة فقيرة؟ البيانات اللي أعطاها حق الضابط يقول له هي قالت لي أسرة فقيرة. قال هذه أسرة فقيرة حي المالكي، هناك البيوت ملايين الملايين من الأحياء الغنية جدا واللي ساكنين فيها كلهم أثرياء، معقولة هذه فقيرة من أسرة فقيرة؟ مستحيل. هذه تروح تنصب عليك على مليون ليرة؟ أنت متأكد يا حبيب؟ قال والله شوف هذه المكالمات والمحادثات اللي بينه وما أدري شنو والفواتير. قال أوكي أخذ هالأوراق هذه وارجع الى مركز الشرطة اللي في الشام حق ولد عمك الضابط علشان يسجل لك قضية، لان هي عنوانها موجود عندكم في الشام. قال اوكي. ورجع مرة ثانية للشام للضابط ولد عم خليل. ها ايش جابكم؟ قال يبا طلعت البنت ساكنة في الشام هني مو في حلب. قال يعني الصورة هي نفس الصورة والاسم؟ قال كل شيء صحيح، لكن في معلومة اكتشفها الضابط اللي هو في مركز حلب لما استعلم عن هوية بيان، تبين ان هذه البطاقة او الهوية اللي ماخذين صورتها تم الابلاغ عن فقدانها، لكن تاريخ الصلاحية لا زال ساري، وهذا الشخص اللي استلم الحوالة استلم في بطاقة سبق أن تم الإبلاغ عن فقدانها. لكن هذا ما هو يعني أمر يمكن يعني برع بيان، لأن ممكن هي فعلا قدمت بلاغ عن فقدان بطاقتها واعثرت على البطاقة بعدين واستخدمتها عادي، يعني مدام فيها صلاحية. وأصلا الصرافين هذول لما تعطيه بطاقة لازم تكون أنت نفس صاحب البطاقة عشان يسلمك، يعني القضية لابسة بيان. حتى الصراف سألوه
الحين إيه نفس الشخص اللي جاك وقال إحنا مستحيل نعطي أحد إلا هو صاحب البطاقة. قال أوكي، أو إنه يعني أمه ولا أبوه، يعني من درجة الأولى، يعني أحد أقارب من درجة الأولى طبعا، مو أي أحد طبعا. تالي بعدين يعني القانون شدد على الموضوع، صار لا لازم نفس الشخص، حتى لو يكون شنو فيه ما فيه يكون نفس الشخص. أول يمكن أبوه أخوه أمه، يعني درجة الأولى فقط. فأكد له أنه مستحيل نعطي أحد غريب، ممكن يكون بايق البطاقة ولا شيء. المهم الضابط هذا الحين اللي في الشام يوم شاف حي المالكي استغرب، قال يا عامر انت قالك ان حي المالكي هذا حي؟ قال لي اعرف الحي هذا انا. قال البنت ساكنه هناك؟ قال ما ادري. قال يمكن عنوانها قديم، يمكن اصلا يعني خادمه عند اهل العائله، يمكن اسرتها من الاسر الفقيره اللي تخدم عند أسر غنية في هالحي، ممكن كل شيء جايز. احنا ليش نستعجل؟ نروح نستدعيها وخلاص. ويقوم الضابط ويرسل دورية شرطة، قال روح جيب لي هالبنت هذه في العنوان الفلاني هذا. قال اوكي، ويروح الشرطي ويضرب الباب وتفتح له مرة عجوز. السلام عليكم. عليكم السلام. قال يا ستي هذا بيت بيان؟ قالت اي نعم هذا بيت بيان. قال انت شو تقربي لها؟ قالت انا ام بيان. قال زين طيب بيان موجودة؟ قالت اي موجودة. ليش؟ شوفي خير ان شاء الله. قال لا بس ممكن تندهيها شوي يعني مكلمها. شافت عسكري وسيارة شرطة استغربت صراحة، نادت بنتها. طلعت بيان من غرفتها ملابس البيت يعني العادية بجامة البيت يعني، طلعت عند الباب فسألها الشرطي انت بيان؟ قالت اي نعم انا بيان. قالها بيان هشام العابد؟ قالت اي نعم. او يمسكها ويحط الكلبشات في يدها، لا 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 ليش وانا شو عملت وانا كذا والأم تصارخ ليش يا ابني شو صاير شو عاملة بنتي والله حرام عليك أكيد في اشتباه أكيد في شي غلط. قال يا حجي الله يخليك تجين هناك للمركز وراح تعرفين الموضوع. بيان صارت تقول له يا حضرة الشرطي، يا حضرة الشرطي يا بعد خشمي أنت، ليش تبيني أروح شو عاملة؟ قال انا شو خصني، انا ارسلنا الضابط اني اجيبك للمركز، روح هناك وتعرف الموضوع. قالت يلا اوكي خليني ابدل ملابسي. قال لا 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 ما اقدر اخليك تدخلي البيت، اخاف تدخلي وتهربي ولا. قالت له ابن حلال خليني ابدل. قال لا ما راح تبدلي، تجين بهالشكل هذا عادي، البجامة حلوة عليك انت اصلا كلك على بعضك حلوة يعني، شو مش فارقة معك انت. ويسحبها غصب ويحطها في السيارة ويطير فيها للمركز أو تدخل إلى مركز الشرطة. عامر كان جالس يوم شاف بيان دخلت المركز بجامة النوم تشقق، قال هذه بالطبيعة أحلى بدون فلتر أحلى. لا لا قبل ما في فلاتر، أحلى وأحلى أحلى من الصورة. طالب هالبنت تنجن هي يوم دخلت وطالع بعامر مستغربة منه يعني، ما تكلمت البنت مذهولة ومصدومة بحياتها ما دخلت إلى مركز شرطة. ويجيبونها عند الضابط ويجيب عامر وجلسة جنبها ويطالع فيها، والبنت مرتبكة ومتوترة وحالتها حاله، تقول له شوفي يا حضرة الضابط أنا شو عاملة شو صاير. يضحك قالها يعني مش عارفة يعني أنت أبدا؟ قالت لا والله مش فاهمة شي. قال الشاب هاي بتعرفي؟ طالع بعامر. قالت لا والله ما بعرفه. عامر يطالع حق قال شنو بيان؟
قلت له أهلين، ما بتعرفيني؟ شو ما بتعرفيني؟ قلت لا والله أخاف أنتم غلطانين بشي. قال لا تستعبطيني يا بيان، أنا عامر، ما بتعرفيني عامر؟ قلت لا والله أنا. صار يضايق ويصارخ، الحب اللي بينه وين؟ الوعد اللي بينه والزواج وماشو السوالف والسهر والحب وما أدري شنو. والبنت اخترعت من شكل عامر وهو يصرخ عليها والحب اللي بينه واللي ما أدري شنو. والبنت صارت ترجف وتبكي وحالتها حالة. الضابط هد الموضوع، قال حق عمرو اطلع برا شوي، اطلع برا خلينا نتفاهم وياها. هدت البنت، والله يا حضرة الضابط والله ما بعرف شو صاير، ليش عم تحكوا معي هيك؟ المهم قال احكي لك احكي، شو انت تستعبطي يعني تستعبطي؟ هالفواتير هذه ما بتعرف فيها؟ الفلوس اللي استلمتيها ما بتعرف فيها؟ قالت اي فلوس اي فلوس. قال لها هذا فواتير استلام مبالغ بقيمة 1,100,000، وهذه المحادثات اللي بينك وبين الولد. المحادثات احنا ما نقدر نجبرك على انك تحبيه ولا ما تحبيه، لكن الولد متهمك بالنصب والاحتيال وانك ماخده منه فلوس، وكنت معشميته موضوع الزواج وكنت تخدعيه. قالت اقسم بالله ما بعرف هالولد، وانا امتى تواصلت معه ولا حكيت معه ولا ما ادري شنو. شوي ولا داخل أبو بيان ومعاه مجموعة من المحامين. أبو بيان طالع لورد فلوس، غني جدا جدا. لا، الأبو دكتور ويملك مستشفى، الأم مترجمة لغات، بيان فعلا متخرجة من كلية الصيدلة، وأول ما تخرجت أبوها فاتح لها أفخم وأكبر الصيدليات اللي في حلب. البنت فلوس، شنو عامر شنو مليون وشنو. أبوها دخل قلب عليهم المركز فوق تحت، شلون تعتقلون بنتي وتأخذونها من البيت؟ ومنو هذا عامر شلون يتهم بنتي؟ الضابط قال له اهدى اهدى شوي، احنا مش متبلع البنت ولا لا 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 حبيبي، تعال اقعد، هذه فواتير وهذه صورة بطاقة بنتك وهي المستلمة الحوالات وهذه بياناتها وهذا كل شيء. ويطالع ولا فعلا انصدم، بنتي بيان تسوي هذا؟ دخل على بنتها في مكتب الضابط، يا بيان شلون انت تعمل هيك؟ والبنت تنهار، يا بابا يا بابا يا حبيبي والله مستحيل انا بعمل هيك. شلون؟ قالت لي يا بابا اقسم بالله انه فاهمين غلط. قالوا صورة بطاقتك، هاي صورة بطاقتك. اول ما شافت الصورة، صورة البطاقة، وتقوم وتصرخ، قالت يا بابا هاي انا اللي عملت فيها بدل فاقد، وبطاقتي عندي، هذه بطاقة تاريخها غير وهذه تاريخها غير، وهذه اللي انا عملت لها بدل فاقد وضايعة اصلا. هني انتبه الضابط، قال شنو؟ قالت اي نعم هذه بطاقتي هذه موجودة، واللي عندك تاريخها غير لان هذه انا مسويت لها بدل فاقد، وهذا اكيد في شخص استخدمها مو انا وانا كذا. لا هني تغيرت مجريات القضية، والمحامين تدخلوا وقلبوا الدنيا، والضابط قال لا انا ما لي شغل، انا عندي 1+1=2. إلى الآن البنت متهمة، تكلمي اعترفي. البنت تؤكد وتحلف وتقسم أن يبا ما لها علاقة ولا تعرف منه هذا عامر. زين بطاقتك وشون من استلم حوالات وشون اسمك وبياناتك ومعلوماتك كاملة صحيحة ومن اللي عرف؟ قالت والله أنا ما أدري، هذا دوركم وهذا شغلتكم. الضابط راح حق عامر وفهم الموضوع، قال يا عامر تبين ان البنت فعلا مسوية بدل فاقد، وهي تنكر ان ايه اللي كانت تتواصل معاك، وممكن في شخص مستخدم البطاقة القديمة. قال مستحيل، يعني اسمها وصورتها وبياناتها
قال لي ممكن في واحد يعرفه عدل، فأنت تبي تنازل وتسكر الموضوع ولا تبي تكمل في القضية؟ قال لا لا خلاص خلاص أنا ما أبي شيء. عامل أصلا الآن أصبح في عالم ثاني من الحزن واليأس، يوم اكتشف أن هذه البنت أصلا اللي يحبها ومغرى فيها أصلا ما تدري عنه ولا تعرفه، إيه على كلامها طبعا. انصدم وشعر بالإحباط خلاص، مو فارقة معاه فلوس وقضية. قال لا لا ما بشي خلاص. رجع الضابط حق بيان قال لها خلاص أبشركم ترى الولد يبي يتنازل. كان تقوم بيان وصارخ شنو يتنازل؟ مش بكيف ويتنازل، لازم تكمل قضية وتعرف من اللي يستخدم بياناتي، أنا يعني متمسكة في براءتي. حتى المحامين قالوا إيه نعم البنت متأكدة 100% أنها بريئة، شنو يتنازل؟ يمن علينا؟ لا يبا، احنا اللي راح نكمل في الاجراءات القضيه هذه، لازم نسجل قضيه. قال والله راح احجز البنت اذا سجل قضيه عن امر النيابه، راح احول الموضوع للنيابه. قالوا تحجزها ما تحجزها غصبا عليك تطلعها بكفاله. قال اوكي، وفعلا حولها للنيابه وسجلوا قضيه، احجزوا بيان يوم واحد لكن طلعوها اليوم الثاني بكفاله، والبنت مصممه تبي تكمل القضية، تبي تعرف شنو القصة، من اللي يستخدم بياناتها أو منو هذا عامر إذا كان نصاب وهو اللي مدبر كل شيء ولا أنه فعلا ضحية. لكن تبي تعرف من اللي قاعد يستخدم بطاقتها وماخذ فلوس على اسمها ويشوه سمعتها وهي بنت فلان الفلاني ودكتورة صيدلة ووضعها المادي جدا ممتاز، ليش يسوي فيها كذي؟ المهم ماكن بالطويلة، القضية كبرت وعامر محبط وحزين، وخليل يقول له يا ابن الحلال خلاص الحمد لله انه وصلت الموضوع الى هالحد، ولا انت على حبك لها من بعد يعني من بعيد لبعيد كان سحبت منك بلاوي، الحمد لله جت الموضوع على 1,100,000 بس. لكن السؤال اذا كانت فعلا بيان، مو هي البنت اللي كانت تتصل عليه وتكلمه واللي تراسله واللي استلمت الحوالات، إذن منو هالبنت هذه؟ هني كانت الصدمة، بدأ التحقيق. وكل نيابة، لأن موضوع نصب واحتيال وفيه أموال وفيه موضوع إلكتروني وكذي، طلب تفتيش بيت بيان. راح الضابط معاها افراد وفتشوا البيت. عندهم شغله قال لهم وكيل نيابه، لا تقولون لاهل البيت شنو قاعدين تبحثون عنه، لكن ابيكم تدوروا لي على لابتوب مو كمبيوتر منزلي العادي. ليش؟ لان التقرير اثبت ان المراسلات كانت تاتي من اي بي ما اسمه الاي بي هذا، يعني اللي هو السيرال نمبر مال الجهاز اللي كان يتراسلون، لان خذوا جهاز عامر يبي يتاكدون هي فعلا بيان ولا لا، ان اللي تراسل معاه هذا كمبيوتر منزلي او كمبيوتر لابتوب. قالوا لا يبا لابتوب هذا، فقالوا جيبوا لي الاجهزه اللابتوب، اذا مبين المحادثات بالجهاز اللي في بيت بيان يعني لابسته التهمه، يمكن البنت تنكر. راح الضابط بدون ما يقولون قال انا عندي اذن افتش. قال افتش، دور قال في اجهزه بالبيت كمبيوتر؟ قالوا اي نعم عندنا اجهزه. قال شنو الاجهزه اللي عندكم؟ قال عندنا 3 اجهزه منزليه اللي هي مكتبيه وعندنا جهاز واحد لابتوب. قال وين اللابتوب هذا؟ قالوا اللابتوب هذا يملكه محمد اخو بيان بغرفته. دخل غرفة محمد مو موجود، ولا هذا اللابتوب فعلا ويصادر اللابتوب. قالوا ليش؟ قال لا بس وكل النياب اللي طالبه. وين محمد؟ قال محمد باللاذقية عنده شغل هناك، يغيب له تقريبا 4-5 أيام ويجي. ومحمد ما يدري عن موضوع أخته ومشكلتها. قال لا والله يدري، بس أبوه قال لا تهتم وإحنا عندنا محامين والموضوع طيب وما في شيء يعني. قال ها تمام. قال نبي نفتش غرفة محمد. ويلا فتشوا. قاموا صاروا يفتشون فوق الكبت، حط ايده الضابط
ولا يلقى الهوية القديمة اللي مسجلة فيها بيان بدل فاقد. أهلا وسهلا، وياخذ الهوية وياخذ اللابتوب ويروح للوكيل نيابة. فتشوا الكمبيوتر ولا فيه بلاوي، صور بيان كاملة موجودة في لابتوب محمد، بالإضافة إلى صور بنات أخرى وعمليات نصب أخرى، والولد طلع شغال نصب واحتيال على الشباب بأسماء فتيات. مرة يحط اسم عشيقته ويستلم عن طريق الحوالات، ومرة يستلم عن طريق هوية بيان أخته. لكن ليش سوى كذي وهو من عائلة غنية؟ استدعوا أبو محمد، أبو بيان، سأل الضابط، قال له يا أبو بيان ولدك محمد وينه؟ قال والله باللاذقية وراح يجي. قال أوكي، متى ما جاي يصير خير. ليش في شيء؟ قال لا بس إحنا نسأل، لكن نبي نعرف معلومات عن ولدك. قال إيش في ولدي؟ ولدك شلونه يعني؟ من رجل عنده مشاكل، عنده كذا، يعني يشتغل. قال والله ولدي هذا فاشل، وأنا تعبت وياه، وعطالي بطالي، وراعي خرابيط وبنات وشرب، وأنا اتخنقت معه ومنعته من المصروف وطردته من البيت، فصار يجي ويروح يعني بدون أنا ما أحكي معه، وأنا زعلان منه يعني. زين هو شلون يصرف على نفسه؟ قال لا والله أنا مش عارف هو شو بيشتغل، أنا مخليه يعني يتعب هالدنيا علشان يصير رجل يعني. قال ها بس حلو، وولدك شو يسوي باللاذقية؟ قال والله ما أدري، هو قال لي أنا عندي شغل. ولدي دائما يروح إلى طرطوس، يروح إلى حلب، يروح إلى اللاذقية، يروح مش عارف شو قصته يعني. قال بس خلاص، هم تأكدوا إن محمد وراه السالفة، لكن هل محمد فعلا يستغل صور أخته؟ هذا ما يستحي صراحة، صراحة ما يستحي، لكن يعني ممكن. قالوا خلونا ننتظر نشوف لين يجي محمد. ما بلغوه بأي شيء، محمد صايع ضايع، ولا يرد على أهله ولا ذاك اليوم، ولا هو راد محمد، ويتنطر الشرطي عند الباب ويلقي القبض عليه ويجيبه إلى مركز الشرطة. قال له يا محمد أنت ما تستحي، مو رجل، شو تستخدم صور أختك يعني وتوقع في ضحاياك وتوهمهم بالحب وكذا؟ الولد انصدم، ايش دراهم هذول؟ تكلم المهم ويبطل جربه. مسوي كثير عمليات نصب، لكن ما نجحت منهم الا 6 عمليات، من بينهم عامر. يعيش الشخص بقصة حب ويسحب منه كثر ما يقدر فلوس. لكن في سؤال كذلك محيرهم، منو البنت اللي كانت تكلم عامر؟ قالوا له زين شلون كنت تكلمه انت؟ قال لا، اللي تكلمه هذه عشيقتي. ها عشيقتك، حلو، وتحط صور اختك وبياناتها وتعطيه المعلومات صحيحه، وانها في الصيدله وانها كذا قال هذا اللي صار، وانا رجل يعني أتعاطى وأشرب، وأنا مضطر أني أطلع فلوس بأي طريقة، وأبوي حارمني من كل شيء، وأنا يعني عايش مع عشيقتي برا ورايح الرادين، وما لقيت أنسب من هالطريقة هذه، وكنت أحتاج إلى اسم حقيقي، مرات عشيقتي ومرات أحط أختي بيان عشان أستلم، يعني يا أني أستلم أنا وعشيقتي ونروح نستلم الحوالة، أو عن طريق اسم اختي بيان، لاني انا من الدرجة الاولى، ومحل الصرافة هذا اللي موجود في حي السلمانية اللي في حلب، هذا دنيا فوضى عندهم، يسلمون عادي يعني ما يدققون كثير. لذلك انا كنت احرص عليه انه يبعث لي الحوالة على حي السلمانية اللي هو صرف هذاك، ويروحون ويستدعون عامر. قالوا له يبا الموضوع طلع فعلا نصب احتيال، وهذا محمد
أصلا مرتكب أكثر من عملية نصب، وإحنا تواصلنا حتى مع الأشخاص اللي سبق إنه نصب عليهم، لكن كلهم رافضين إنه يسجلون قضية، خايفين من فضيحة، متزوجين وعندهم أسر وكذا، وأنت الوحيد العزوبي وأنت الوحيد اللي قدمت شكوى، وإحنا راح نستمر خلاص راح نحوله للمحاكمة. قال لا أنا يعني خلاص أبي أتنازل وما أبي شيء. الولد إلى الآن يحبها، يعني تعرفون هو يحبها طبعا، يحب الشخصية، شخصية منه بيام اللي عاش معها قصة حب، لكن هي ما تدش السالفة، رغم أنه سمع صوتها وكلمها يعني فهمتوا شنو أقصد. واكتشف الآن أن المتهم هو أخو حبيبته، قال خلاص خلاص أنا ما أبي شيء، والله ما أبي شيء، أنا يعني حتى البنت أنا ما أبي منها شيء، خلاص إذا هي ما يعني ما تحبني وما تقدرني أنا ما أبيها كذا، خلاص انتهى الموضوع. قال يا حبيبي مو بكيفك، هذا نصاب وهذا مسوي عمليات كثيرة، وانت سبق انك سجلت قضية، الآن ما راح تنازل، القضية خلاص وصلت النيابة وتروح تروح المحكمة، تبي تنازل بعدين تروح المحكمة ومو عندي هني، لكن احنا بنفهمك الوضع. قال ماشي. استدعوا بيان واستدعوا أبوها وأمها، وصار بيتي بيان حزنت أن اللي تورط في السالفة أخوها، وأمها تبكي وأبوها متحسر وسود الله وجهه وفضحنا، وإحنا عائلة يعني الحمد لله عندنا خير من رب العالمين، ليش ينصب على العالم وياكل حرام ومدخلنا مراكز الشرطة، المهم متفشلين سالفة خايسة، يعني ولدهم ينصب باسم أخته وبصور أخته، يعني فضيحة، هذا باكر مني بياخذ البنت هذه، صورها بكل مكان ناشرها أخوها، وهذاك ما هو رجل يعني التعاطي والخمور خلته يصبح في دهياثة عادية يعني، فالموضوع كله يسود الوجه، ومستحين وحالتهم حالة. والمحامي قال والله الأفضل أن تكلمون الولد هذا يتنازل، لأن فشلة والله أنه وصلت المحكمة ويعرفون عائلتكم عائلة محترمة، شلون ولد هذا ولدكم سفلة يعني. فالأبو مستحي، شو يقول حق الرجال، حتى بيان استحت من عامر، مسحت فيه الأرض، أنا ما بعرفك وأنت مين عشان تحكي أنه أنا أخذت منك فلوس وأنا بحبك، أنا ما بحب واحد شكله هيك، ولم عصبة في البداية يعني، بس الموضوع اختلف الآن. يوم راحوا للمحكمة في أول جلسة ويبلغهم القاضي أنه يبقى ترى القضية تم حفظها، والأسباب أن الولد عامر بنفسه رايح ومقدم كتاب تنازل عن القضية، ويترجى بعد، يترجى القاضي أنه يسكر القضية وأنه خلاص ما يكمل فيها، وفعلا لأنه هو الوحيد المشتكي يسكر القضية. والآن محمد تم الإفراج عنه، خلاص براءة، رغم أنهم عارفين أنه هو نصاب لكن ما في شاكي، انتهى الموضوع. تفشلوا أسرة أبو بيان وأمها وبيان نفسها، وأن هذا والله العظيم رجل شهم اللي هو هذا عامر. وبعدين صارت تفكر موضوع أنه شلون كان يحبها وهيمان ومساعدها عشان أبوها تعرض لي حادث دهس، وأنه كان يبعث لها هالفلوس هدية موبايل ووردة ودبدوب، سمعت القصة السالفة كاملة سمعتها يعني، وأبوها يقول لها ويضحكون هي وأبوها، وخلاص قام يضحكون على السالفة يعني بعد ما انتهت. فقال لها والله تعرفين يا بيان، والله العظيم أن هذا شاب محترم ومخلص، مخلص لك، وهو أصلا يعني ما بينه وبينك أي علاقة، أنت فهمتي شو كيف صارت العلاقة شلون غريبة، لكن الولد فعلا مخلص مسكين يعني، كان ضحية لكن بالنهاية بيّن معدنه، وإنه رجل إنه راح تنازل، وأكثر من مرة أصر على التنازل، ما يبي قضية، ما يبيها، ما يبي، مع إنه له حق، وممكن إن أخوك ينسجن فيها مو أقل من 5 سنوات ويدفع كل الفلوس، رغم ذلك تنازل لأنه هو يحبك باعتبار أن أنت اللي كنت تكلمينه. فصاروا يضحكون على يعني الشيء الغريب اللي حصل في القصة يعني.
قالت بيان لأبوها، قالت يا بابا ليش ما تعزم عامر عندنا في البيت ويكون يعني كنوع من التصالح بيننا وندفع له فلوس اللي أخذهم أخوي محمد. قال والله كلامك صحيح، الولد كذلك خسران، خلينا نعزمه ويتواصل معاه أبو بيان. مرحبا عامر، كيف الحال؟ تعال أبيك موضوع. هلا عمي، هلا كذا، حاضر إن شاء الله. ويروح له عامر محترم، خلاص واللي صار صار وانتهى الموضوع، يعني عاش حياته طبيعي، خلاص رد الشغله ويأس من موضوع البنات، والله يقطع سيرة الزواج، ما أبيها، دامنا تورطني وانفشلتني ودخلتني في جو وخلتني أعيش في حلم، وطلع بالنهاية كله مزيف. ويروح إلى بيت أبو بيان، يلتقي فيك جالس مع أبو بيان وعازم على الغداء وسوالف وكذا، وقال يا ابني هذه الفلوس اللي أخذها ابني محمد، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، فيه فشلني وأنا أعتذر منك على اللي صار، والله مو على الفلوس، أعتذر أن ابني لعب في مشاعرك، وأنت إنسان طيب وخلوق ومخلص، ويعني قاعد يسولف له كذي. صحيح أنك كنت على أساس أنك بتحكي مع بنتي من وراي ويضحك، لكن أنا بطوف لك إياها. يضحك عامر، قال والله سامحني يا عمي، والله أنا عمي أنا عندي مشكلة في حياتي، أنا خطبت كتير بنات وتقدمت لكتير بنات ورفضوني، وهاي مشكلتي إنه بشرتي، واقترح علي صاحبي إني أدخل الإنترنت وتعرف على بنت تكون متقبلة شكلي، وإني أعرض عليها الزواج، والتقيت في بيان عن طريق السوشيال ميديا، وأنا قدرت أتواصل معاها. قاعد يوضح له القصة ويطالع أبو بيان، قال والله العظيم يا ريت عندي ولد مثلك محترم وخلوق. يعني قال زين وبعدين؟ قال اي والله، واكتشفت ان انا كنت عايش في حلم، والله كنت اتمنى انها تكون حقيقة واني اتقدم لها وكذا. قال ها زين، انتظر شوية. او يدخل ابو بيان للبيت، قال حق بيان تعالي، سمعتي التسالف؟ قالت لي سمعت، كنت واقفة عند الباب وانا صرت اضحك البنت ارتخت بالعربي، انبسطوا صح؟ في بعضكم قاعد يضحك الحين، مبسوط يبتسم، البنت تضحك يعني حست ان هذا يحبها وهي ما تدري عنه، حب من طرف واحد، لكن بين معدن انه وشاب محترم من عائلة محترمة ووضع مادي زين وخلوق وقالت اخذه، اذا هذا البنات ما يطلعوا فيه افضل من اخذ واحد حلو وواحد كل البنات بيتحركوا شوفي وبكره بيخوني، وهذا مخلص وهذا كذا، هذا ما التقى فين وسوى كل هالامور هذه، فما بالك لما تزوج وكذا. صارت تفكر بين لما جاء ابوها وضرب على الوتر، رنت البنت وصارت تتكلم، قالت والله يا بابا شو تقصد انت؟ قال انت سمعت الولد شلون يحبك؟ يحبك وهو ما شافك؟ الولد ترى يعني في كامل قواه العقلية، خلوق، أصلا الولد يدير محطات بترول، والولد شخيل وذكي وعنده ثقافة، كلامه حلو، يعني الولد سبحان اللي خلقه، يعني الله أخذ منه شيء وعطاء أشياء كثيرة، وصار يمدح الولد. قال لها والله يا بنتي لو أتمنى لك عريس في الدنيا، والله ما أتمنى شخص كثر عامر، والولد اصلا ناوي زواج، تبينا يا بنتي موافقة عليه؟ قالت ها، تضحك. قالت يا بابا ما يصير انت بتعرض عليه انه يتزوجني. قال لا لا لا، هو اللي قال لي انا نيتي زواج وكتابة تقدم. قالت والله كيفك يا بابا، يعني شو تقصد يعني؟ قال الحين راح افاتحه، ويرجع الى عامر، قال عامر انت لساتك مصمم على موضوع الزواج وانك تقدم لبيان؟ ويلتفت على عم أبو بيان، قال له شو تقصد عمي؟ قال له أنت الآن لو أن في فرصة أنك تتزوج بيان، أنت مصمم على طلبك؟ قال له أصلا هذا أمنيتي في الحياة، هذا أصلا يعني شيء أنا ما بحلم فيه.
قال البنت موافقة. شنو؟ قال اي والله موافقة. يا بيان تعالي وتجلس بيان تضحك. قالت شو يا بابا؟ قال اجلسي طلب ايدك عامر. مو هيك يا عامر؟ قال اي نعم انا طالب ايدك على سنة الله ورسوله ونبدأ صفحة جديدة. وصارت تضحك وهو يضحك وقالت بس شو يعني انا لي شروط انك ما تدخل الانترنت مرة ثانية. والمهم ويصير جو ضحك وناس والكل كان سعيد وانا سعيد وانتم سعيدين. ويتزوج عامر بيان والله يرزقهم بعيال مثل القمر، مو شبه ابوهم لا شبه امهم الغزغوز. الله يرزق كل انسان ما هو متزوج بامرأة غزغوزة مثل بيان. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.